جوهرة اف ام، جوهرة اف ام، الدنيا وما فيها. مبكرش بدنا الاخ حمد المستيري. حمد المستيري كان رئيس حركة الديمقراطية الاشتراكية، وانا كنت هذو بالمكتب السياسي. حمد المستيري يجيني حتى لداري، هو مرته صديقي ونحترمه كذا، لكن حبي في حمد المستيري فهمت ما يخلينيش نقترحه توا، ما عندي كان مش ندزه في كوشة في فرن، فهمت؟ وهذا عيب عليا، لا خاطر نعرف السي حمد المستيري في الأوضاع الاقتصادية والسياسية والاجتماعية غير قادر باش يلقى الحلول الملائمة توا، وبالتالي الناس هذوما وقت هما يتمسكوا بشخص مش حب في حمد المستيري، نذكرهم أنا إلا ضربوا حركة الديمقراطية الاشتراكية ولا ضربوا حمد المستيري عام 89 هي النهضة اللي هي تحالفت مع بن علي لضربان حركة الديمقراطية الاشتراكية، ولهذا وقت هما يقتروا حمد المستيري مش حبا في حمد المستيري، حبا في أنفسهم لأن يعرفوه وسامحني وقت لكم حاجة، مش أقول له الدار وقال له سامحني تقعد في الدار وإحنا نعمل كل شيء. أي حب مش لا مؤكدة، هذه مؤكدة هو قال لا لا لا، عندي مصادر موثوق بها أنا، فهمت؟ عندي مصادر موثوق بها، فهمت؟ وقل لك إلا ضرب حمد المستيري وضرب حركة الديمقراطية، وقتاش استقال حمد المستيري من حركة الديمقراطية وش الدار من عام 89؟ أي وقت 2 أبريل 89 وقت انتخابات تشريعية، وتزيفت الانتخابات كيف تزيفت عام 81، وقت حمد المستيري قال ما عادش العمل السياسي ممكن، علاش؟ وقت وقع تحالف بين الحزب الحاكم في ذاك الوقت والنهضة لضرب حركة الديمقراطية الاشتراكية، وبعدها حمد المستيري من ذلك اليوم استقال وشد داره ما عمل حتى نشاط سياسي، وبالتالي الناس هذوما ما تستعملوش الناس، وانا نتذكر وهنا من هذا المنبر قل له يا حمد انت قلت وقلت لنا في عديد المناسبات بان جماعه بورقيبه هو وقت الكبير بورقيبه حاطين جماعه ماريونات، رد بالك بان جماعه هذوما يحطوك ماريونات توا. والمؤتمر من هو المؤتمر؟ وخلي يسمعني السيد رئيس الجمهوريه، سيد الجمهوريه انت وليت رئيس الجمهوريه ب 6000 صوت فقط، انا جبت قلت قداش من مره وانا نائب. سيد رئيس الجمهوريه شو يعمل؟ يعني في الاقصاء اقصى الكفاءات التونسيه من بينهم سي مصطفى كمال النابي، اقصى سي عبد الكريم الزبيدي، يعمل اجتماع هنا في القصر الاسبوع اللي فات، سيد هنا يعمل اجتماع خاص بالتنميه الاقتصاديه في ولايه سوسه، وانا كنائب الشعب ما يصدقنيش، وهو نائب كيفي هو، فهمت؟ وانا مناضل اكثر منه، فهمت؟ ولا اقول او الحقيقه اقولها، واذا تحدى اذا فما واحد من الناس يقول هم مناضلين اكثر من صالح شعيب فليتفضل. جوهره اف ام، جوهره اف ام، الدنيا وما فيها.